خوت، معكم غياث ومنير من مدينة القنيطرة. اليوم إن شاء الله جينا بأول فيديو في هذا المحل هذا اللي عاود من بعد ما تحولت كنشتو، ما عمري ما درت شي فيديو في هذا المحل هذا كنخدم فيه ولا شي حاجة. وكي كان عليا الضغط ديال التحوال وهذه الصراحة، ويلا كترتبت المسائل ديالي كيما وريتكم في ذاك الفيديو اللي فات فاش ترتبت هاد المسائل هادو. ومع المنتخب الوطني الصراحة غادي مزيان والله يوفقو. تميت حنا كنا خدامين معاه مزيان صراحة الله، كنصايب هاد البونطاج هادو ديال الراس تنديروهم بالبيض وكايا وكنطبعهم بالخضر والحمر، وكنديرو هادو عاوتاني حمرين وكنطبعوهم بالخضر وتيجيو زوينين ومنشيين. المهم وكترزقو فيهم الله، وكيما كتشاهدو معانا كيصايبو بحال هكا الدراري كيشريو التونيات ديال المنتخب بحال هكا. دابا هاد البنت هادي كتبنا لها الاسم ديالها فاطمة الزهراء، وكيجيو بحال هكا التونيات تتصايب فيهم بحال ما هكا مثلا كتصايب بحال الطبعات هادو. المهم كيفاش كتكون القضية، كيكون المنتخب كيما كنقولو مروج ولا كتكون المدينة فيها النادي مروج، كيكون المسائل ديال الطبيعة هادو تيكونو محركين شوية. ديما الفرق عليك تكون في بروميام ديفيزيو ولا تكون طالع شوية في النيفو تا الجمهور تيكون عنده مزيان تيبغي. والصراحة وكنتمنو من الله نفوزو على المنتخب المنتخب الإسباني إن شاء الله، ونفوتو عليهم شي نتيجة إيجابية. وإن شاء الله حنا عندنا الدراري تبارك الله متحمسين هاد العام هذا والله يوفقنا. والحمد لله على الوصول اللي وصلنا ليه. المهم الدورة هذه اللي وصلنا ليها تبارك الله من 86 ما وصلناش ليها، من 1986 ما دزناش هاد الدورة هذا. والحمد لله راه هذا كيبقى عاوتاني واحد الانجاز اللي هو مزيان صراحة الله. وفي الصراحة الخوت الصراحة انا كنت باغي نصايب شي فيديو، كنت كنقول ديما غنصايب فيديو. حيت علاش غنصايب فيديو؟ عندي لكم واحد المفاجأة في الصراحة الخوت، واحد فاعل الخير كان هدا ليا واحد الماتريال صراحة الله الخوت. المهم غنخلي لكم مفاجأة في الصراحة، مغاديش نديرها دابا، غادي نديرها لكم في هاد الفيديو هذا الجاي وغادي تشوفوا. كنتمنوا من الله نتوما تفرحوا وتدعوا معاه، وهادشي اللي كاين كيما في الصراحه دخل عليا واحد الفرحه لقلبي. والحمد لله الصراحه ما نكذبش عليكم اخوتي، منين كنت كنبريباري باش نتحول لهاد المحل هذا وكانوا الدعوات ديالكم كنتو كتدعوا معايا. كنت كنقول لكم انا لقيت واحد المحل كنتو كنتو كتدعوا معايا والله يوفقك والله يدخلوا عليك بالرزاق وهادي وهادي. الصراحه الخوت كيما باقي كان جبت المعلم يلاه ناوي نصلح يلاه ناوي هادي، هو عيط لي واحد واحد من المتتبعين حتى هو صراحة ما بغيتش نقول الاسم ديالو لانه علاش هو واحد الانسان فاعل الخير، ما بغيت نقول لا الاسم ديالو ولا المدينة منين هو فين كيسكن. وعطاني تبارك الله واحد الماتاريال اللي هو هائل في الصراحة، وشي حاجة اللي كنت كنحلم بها انا من شحال هادي نشريها وما لحقتش لها في الصراحة باش نشريها، وكان فرحني بهاد الشخص هذا. ونتمنى من الله يلقاها في الجنة ويلقاها ويا ربي تسهل عليه في هاد وتانتوما شي دعيوة الخوت. وان شاء الله غنوليكم هاد الفيديو، غادي نديرو لكم ان شاء الله هاد السيمانة هادي، غنحاول ان شاء الله بعد غدا ولا هادي الخميس ان شاء الله ولا هادي غنحاول نرتب المسائل ديالي نقادهم باش نوريهم لكم وندير عليهم شي فيديو ان شاء الله. وعاد تشوفوا غادي يعجبكم داكشي بزاف. وفي الصراحه هو دخل عليا واحد الفرحه القلبي اللي هي كبيره في الصراحه اللي ما كنتش كنتهضرها كاع. حيت انا في الصراحه ما عمري ما كنت كنطمع بشي واحد انه يعطيني شي حاجه ولا غادي تجيك شي حاجه ولا هادي. ديما اي واحد تيسولني كنحاول نوصل له المعلومه، كيبغي يتقدى كنوري منين يتقدى. والحمد لله وربي كبير والدنيا باقي فيها باقي فيها الناس كيبغيو يفعلوا الخير وكيبغيو يديروا الخير الصراحه الله. ماشي زعما كاين ناس كتساهم في سبيل الله في وحدين اخرين كتدعمهم باش كيسر لهم الله تاهم الامور ديالهم. وتا انا في الصراحه خوتي كنت واحد الماتيريال كنت محتاجه ومحتاجه بزاف الصراحه، وصدق هذا الانسان هذا هذا الشخص هذا الله يجعل ربي يفرحو به في وليداته ولا يرفع في ما بغى هويا. وهو الشيء اللي كاين نتمناو ليه الجنه ونتمناو ليه من كل من الذريه الصالحه الله يجعل ربي يسهل عليه وييسر له اموره. وهادشي اللي كاين اخوتي الصراحه كندخل عليا واحد الفرحه كبيره بزاف. ومهم ما بغيت نقول لكم دابا منه حتى شي حاجه،
باش نخليها لكم مفاجأة وندير لكم فيديو وتشوفوا ان شاء الله كل شيء. وكنتمنى من الله انتم تديو معاه والله يسخر لكم حتى نتوما كيما متابعيني وكتعرفوني موني الغيات والقنيطره وهادي. والحمد لله وهادشي اللي كاين الخوت. واخا كنا هاد المهنه هادي كان الحب ديالي هو انني انا نعرف على الانسان. واي واحد باغي مني يتقدس السلعه كنوريه في سبيل الله. واي واحد كنصيفطو عند مني يتقدس السلعه في سبيل الله انا ما عنديش شي رباح ولا شي حاجه ولا هادي. وتاد السلعه هادي قول لكم غارانتي اخوتي ما تمشيوش غارانتي تقولوا زعما راه عطاها له شي واحد شي بيع الماتيريال ولا شي بيع شي حاجه وقال ما تسمينيش وهادي وكنصيفط له هادي. حاشا ولله الصراحه انا الشخص اللي عطاني هاد المسائل هادو ما تنعرفو ما تيعرفني في الصراحه ما والو. جاتو اتصل بيا قال لي الا كان عندك شي وقت خاوي تبغي دي واحد الماتيريال راني عندي لك كادو. قلت له اه مرحبا بك اخويا الله يحفظك. هو يقول لي غادي نتفوق اش بغي. قلت له ان شاء الله دابا لقيتيني يلاه كنتحول في الكراء وهادي. قال لي المهم شوف شي وقت اللي يكون مناسبك وهادي. قلت له نقدروا نديروا شي حد ان شاء الله. وصدق هو الحد اللي فات الحد اللي كان اللي فات هو اللي كنت مشيت عنده وكنصيفط ليا لوكاليزاسيون ديال المدينه اللي هو فيها وصافي. ومشيت انا واحد الاخ ديالي صغار مني واحد الصديق ولد الحومه وديت معايا واحد الطوموبيله اللي هي بحال 207 كبيره. ومشينا وتوكلنا على الله ومشينا الصراحه. تا كنوصل تما كيفاجئني داك الشخص في الصراحه وبواحد زعما بواحد الرضا. الانسان تيعطيك واحد الحاجه من القلب ديالو كانك انت شاريها من عند وادي. الصراحه ما نقدرش نعبر لكم داك الشعور. ومني غادي تشوفوا داكشي ان شاء الله وغادي تشوفوا شوفوا غادي يعجبكم نتوما بزاف. وكنتمنى اي واحد انا بغى يدخل لهاد الدومين وهاد الشيء هذا الله يسهل عليه والله يوفقه. واي واحد يدير غير مزيان الدنيا راه كبيره يلقى يدير حاجه صغيره يديرها مع ناس هكا ويشدها من بلايص اخرين ما يعرف ربي منين يأتي بالخير ديالو. وهذا الخوت اللي كاين صراحه الله. ودابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنطبع هادو باش تعرفوني كيفاش كنطبعهم وهادي. المهم راه مسربيين وداكشي غير الوقت ما كانش عندي في الصراحه. وان شاء الله غير دوز هاد الايامات هادي ما تبقاش عندي الغاديه مزيره حيت ما عنديش الدري لا اللي تعاونني ولا والو. حتى من الدري في الصراحه اللي كنتعلمت وكبر معايا على مده ديال اكثر من 6 سنين وهادي وكبر معايا في الدار وسط الدار بحال المهم كثر من 8 سنين كاع في الصراحه قبل ما نتزوج وقبل ما تكون عندي كاع بنيه. دابا راه عندها تبارك الله 7 سنين ونص. قبل ما نتزوج بشي عامين ولا 3 سنين وهو معايا راه تقريبا راه شي 10 سنين صراحه الله منين كان صغير. ولكن الانسان منين تيكبر وهادي كيتعلم الصنعه وهادي ما تيبقاش باغي يخدم معاك كتجي شي ظروف تجيك شي خدمه زوينه ما تيبغيش الانسان يخدم معاك واخا كتهلا فيه وهادي. هادشي علاش الصراحه كتجيك صعيبه. كنخدم دابا انا بوحديتي راسي ما كيعاوني حتى شي واحد من خاطر الله سبحانه وتعالى. والمدام ديالي كتفيكسي ليا وهادشي اللي كاين الخوت. والمهم كنتمنى من الله يكون عند حسن الظن ديالكم. راه الصراحه الله الخوت دابا هاد الوقيته هادي اللي كنسجل فيها الفيديو هذا راه كما كنقولوا دابا راه 3:30 ديال الليل هادي وانا باقي دابا خدام. وغدا ان شاء الله قبل ما نقولوا غدا نقولوا اليوم راه كاين الماتش. وكنتمنوا من الله نفوزوا على فريق الاسباني وعلاش لا. وعندنا طموح ان شاء الله وعندنا فرقه اللي تستحق ان شاء الله تفوز وتوصل للنهائي ان شاء الله يا ربي. واخا بصراحه الكذوب على الله حرام. نكونوا ايجابيين ما نكونوش سلبيين لان علاش المغاربه كاملين ما كانتش عندهم الثقه في المنتخب الوطني صراحة الله ما كانش عندهم الثقة. وتا بالنسبة للتونيات وبالنسبة لهادشي هذا كانوا الناس ما موجدينوش بزاف لأن علاش كانوا كيقولوا المنتخب الوطني لأنه واحد المنتخب اللي هو ضعيف زعما كاينات راه ما غاديش يمشي بعيد في كأس العالم وهادي. وكيما كتشوفوا طحنا مع تقريبا مع الأولى مصنفة عالميا والثانية عالميا واش فهمتي. والمهم كانوا تا بالنسبه لكازا ولا بالنسبه في الصراحه للمدن ما كانوش خدموا هادشي ديال التونيات وهادشي هذا باش يكون عليهم واحد
باش يكون الموجود كيف ما كنقولوا. ايوا في الصراحه الله الخوت فاش الحق الامر الواقع منين ولاو المغاربه. المغاربه لعبوا الماتش الاول صراحه كي شفتو مزيان، المهم دافعوا لعبوا اللور تاكاو صراحه، لعبوا ماتش بانهم راه ما ضد كرواتيا فريق كبير، راه كان عندهم لعابه اللي كبار تبارك الله، راه من احسن وسطيران في العالم هذا العام هذا، وكاك الحمد لله. ورغم ذلك وخا اللعابه وهادي تقاتلوا صراحه الله ودافعوا على الشبكه ديالهم، والحمد لله وخرجنا معاهم بنتيجه ايجابيه. وبالنسبه عاوتاني جينا عند المهم الماتش الثاني بالنسبه لبلجيكا، حتى هي كنا الصراحه خايفين منها على حساب اللعابه ديالها وهادي. المهم كان المغرب كان شاك بانه يدوز الصراحه ويدوز هذا الدور هذا. حتى بالنسبه للجمهور الصراحه ما كانش متحمس بزاف صراحه الله اخوتي، وفاش المهم ان فوا بان التعادل مع شنو سميتو مع كما قلنا مع كرواتيا، وصافي هذيك الساعه غيكون السلام ورحمه الله. المهم سمحوا لي واحد الدقيقه حتى نعاود نكمل معكم. السلام عليكم، نكملوا هذا الفيديو عفوي في الصراحه الخوش، حيت ناوي اصلا نديرو عفوي. المهم كيما قلت لكم قبيله راه دابا 3:30 تبارك الله دابا ديال الليل، وكتشوف كان جا عندي واحد الكليان طابع له شي وحدينا من هادو هاد البوندات ديال الراس، وصدقنا شي الوحده اللي كنا دايرين هنا حتى هي الدارية حيت اللي كانوا وجدهم تيديوهم، وهادشي اللي كاين الصراحه. ودابا تبارك الله حتى الماتش والله الا الدراري هادي بزاف باقا لاصقين لي على هادشي هادو، هما تبارك الله هنايا شحال وعاد باقا عندي هنايا هومايا ما لا يحصى ولا يعد صراحة الله خوتي. ويمشي دعيوة يسالنا الله، وغدا ان شاء الله ما تنساوش نحط الفيديو في الصباح، فاش نحطو في الصباح ما تنساوش بانني ضروري غادي ندير شي جولة، غادي نبيعت انايا شي وحيدين وهادي، وغادي نعيشكم بالاجواء ديال مدينة بونيطيرة، ونمشيو نتفرجو ان شاء الله في الماتش، ونشوفو ان شاء الله، ونتمنو من الله منكم غير الخير، ونفوزو عليها الصراحة والله وهادشي اللي داير. المهم اخوتي هما راه مسربين هاد العيبات هادو، بالنسبة حتى اللي تشي مدينة اخرى من غير قنيطرة، وجابو لنا الصخر الله وفازو في هاد الماتش هادا، ولا تا ولاد قنيطرة ولا هادي وكيديرو هادشي هادا وعارفين، ديرو هاد البوندات هادو ديال الراس، راهم خدامين مزيانين مخيرين 100%، فهمتوني؟ صافي وكديرو ليهم هكايا طبعوهم بجوج دلوان بحال ما هكايا البيضين. وبالنسبه للحمرين كطبعوهم بالخضر وتيطلعو زوينين في الصراحه، وتيبغيوهم بغيوهم الجمهور دابا راك عارفين كيما قلت لكم هادي ماشي هادي كيف ما قلنا، ما كانوش معولين على المنتخب انه غادي يكون مزيان، هادشي علاش ما كانش موجود. ودابا اصلا التونيات في المغرب كامل قليلين، راه مكاينينش التونيات تقريبا، كلو دايرين واحد التمالي هو طالع بزاف الصراحة في الله، كثر من اللي كيتصور، يولي التوني كان كيدير 60 درهم ولا واصل 130 درهم 120 درهم، راه بزاف فهمتي، حتى الإنسان تيبقى يستغل بعض المرات بحال هاد الفرص هادو، والأسماء بالنسبة للناس كتكتبهم دابا ب 50 درهم، أنا صراحة الله خوتي والله ما نكذب عليكم وربي شاهد عليا، ما عندي علاش غنكذب على رزقي. الحمد لله كنخدم بحال التمام اللي كنخدم به، كيف كاينه الخدمه كيف ما كايناش الخدمه، واخا يكون على الكونتيتي، المهم الحمد لله الاسم كيما كانت كنخدمو باقي كنخدمو 30 درهم ديجا، ولا كانت عندي الخدمه واخا يعطيني فيه الواحد 50 درهم ما تنخدموش ليه. وبالنسبه لهادو كنشري ليهم الثوب وتنفصلهم الراسي صراحه الله الخوش، ما نكذبش عليكم كنفصلهم الراسي وكلشي، وكنبيعهم 50 ريال الوحده، كندير في التوب 9 سنتيم ديال العرض، وهادي وتضرب تماره وهادي، والانسان كدفعهم له جمله ب 50 ريال، وتا هو
توكل على الله، يلاه تا هو تيبيعهم بهادي. والمهم على الحديقه ديال المنتخب الوطني، وديما ماروك وديما ماروك، وكنتمنوا من الله يدخل عنا ربي ونزيدوا القدام. والمدينه القنيطره انا في الصراحه راه اعز مدينه عندي، راه قنيطره واعز مدينه عندي راه هي قنيطره. راه الصراحه الله شحال من خدمه جاتني، شحال من مدينه وتعرضوا عليا خدمه مني، كنت شحال هادي في الصراحه من قديم. وديما كنعشق قنيطره، وكنبقى نقول ديما غنكون عندي زعما هاد الخدمه ونخدم هنا في قنيطره ونعيش هنا في قنيطره، واخا ما كاينش الخياطه بزاف، واخا الفريق ديالنا طايح الطروازيام ديفيزيو، وكانوا ديك المره داروا حديده السير، تا هما الله يشافيهم كاملين، والله يوفق كل واحد، والله يشافي جميع المرضى، والله يسهل عليكم. وما تنساوش تدعيوا لذاك الصديق اللي دانا الكادو، وضروري ان شاء الله غادي ندير لكم الفيديو كما قلت لكم نهار الخميس ان شاء الله، غادي نحط الفيديو وغادي نشوفوا، غتشوفوا واحد الفرحه ليا كبيره في الصراحه، دخل عليا ليا كبيره بزاف اللي ما نقدرش نوصفها لكم. ومني غادي تشوفوها نتوما يا نتوما غادي تعرفوها بان راه اي واحد توصلوا بحال هادي راه يفرح بزاف، وهادشي اللي كاين الخوش. والمهم وانا هذا الفيديو هذا درته غير باش نبين لكم بانني راني باقي حاضر معكم، وما عمري ما غنغيب عليكم، وديما منير راه هو منير، واخا ما كنتواصلش معكم هاد الايامات الصراحه ولا في الواتساب ولا في شي حاجه، حيت الصراحة الله خوتي والله ما نكذب عليكم، كثر من دابا من سيمانة دابا هيا كنفيق مع العشرة الصباح، كنعس مع الثلاثة الليل تقريبا يوميا، وحق الله العلي العظيم. وهي اليوم غدا الثلاثة ونص دابا هي ديال الليل، وأنا دابا إن شاء الله راه باقي غادي نبقى خدام تا ديك الربعة الصباح ولا هادي، وباغي نفيق إن شاء الله الصباح وتاني مع ديك السبعة ونص ولا هادي. حيت موصيني بزاف باقا بزاف، خاصني نمشي 400 وحدة ولا 500 وحدة خاصني نوجدها ليهم، وغادي ان شاء الله نحاول نتقاتل نوجدهم ليهم مع ديك الوقيته ديال 12 ولا الوحدة. وعاد خاصني نشيط ليا انا شي 200 ان شاء الله، باش انايا ندير شي فيديو معكم شي فلوق ونبقى غادي المهم ونبيعهم بخمسة دراهم الواحد كيف ما هما كيبيعوهم، حتى حنا غادي نبيعوهم صراحة الله. وهادشي اللي كاين الخوش، وديما ماروك وديما ماروك. المهم تحية ليكم، معكم غيات منير، وتحية ليكم. راه أي حاجة خوتي راه من القلب تنهديها ليكم، وأي حاجة راه من القلب تنقولها ليكم، واللي كنوصيكم عليه بزاف حاولوا تراجعوا الفيديوهات القدام بزاف، وغادي يكون إن شاء الله عندكم فيهم خبرة بزاف. ومن ما تنساوش هاد الأيامات هادي القدام إن شاء الله، من هاد الأيامات هادي غادي نبقى ندير معاكم لايفات غير تسالي هاد الحمله اللي قلت لكم ديال الخدمه، وهادي ويفوت غير المونديال، ونتمنوا من الله المنتخب يزيد القدام باش نبقاو خدامين. اما اللي حبس المنتخب صافي راه حنا غادي نحبسو وغادي نقلبوه ان شاء الله، غادي تنقص شويه الخدمه وغادي يبقى ليا الوقت الفراغ ديك الساعه، ونحاول نبقى ندير معاكم ان شاء الله نهار اي نهار لا يوميا مع 10 الليل نبقى ندير معاكم لايف من 10 حتى ل 10 ونص ولا من 10 حتى ل 11 ولا 11 ونص، المهم على حسب شنو كاين وعلى حسب الاصدقاء اللي غيكونوا حاضرين. شحال ما حضروا بزاف راه نديرو طويل بزاف، وهادشي اللي كاين. وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم حظ سعيد، والله يوفق المغاربه، وديما ماروك ديما ماروك ديما ماروك، وديما مغرب بالعربيه، والله يسهل على كل واحد، وتبارك الله عليكم الخوت.